اليوم هجنا ابناء القبائل اللي سن الثنايا، ينطلق شوطنا الثاني للابكار الثنايا المهجنات الاصايل مقدمه الشوط، والمركز الاول من تحت الشهامه منصور بن سالم بن زعيت العامري من يقدم لنا الشهامه مع البدايه والصداره. نشوف اللي في المركز الثاني لناتي بالعشر الاوائل المنطلقه من تزين ارضيه هذا الميدان. ثاني المراكز الظبي حمد بن سهيل بن محمد العامري من يقدم لنا الظبي مع المرتبة الثانية. المركز الثالث ثالث المراكز الدخول والقدوم في هذه اللحظات من عوايد سالم بن عامر بن سعيد العمري من يقدم لنا عوايد من تحتل المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع تاتي بلقيس لمحفوظ بن خميس بن علي لينيبي من يقدم بلقيس مع المركز الرابع. خامس المراكز اللي في المركز الخامس تنطلق مباشرة العزرة غانم بن سهيل بن مبارك الكتبي من يقدم لنا العزرة مع المركز الخامس. نشوف اللي في المركز السادس سادس المراكز تنطلق مباشرة في هذه اللحظات خداعة سيف بن خلفان بن حمد الحافري من يقدم لنا خداعة مع المركز السابع. ثامن المراكز اللي في المركز الثامن القدومة والوصول في هذه اللحظات من الغزيلة عبد الله بن خير اليبهوني الظاهري من يقدم هذا الاسم، ولكن وصول جديد مع المركز الثامن وغيرت في هذه اللحظات الى المركز الثامن. الوثب تعود الملكيه لسعاده سالم بن راشد بن محمد النيادي من يقدم هذا الاسم بقياده راشد بن خليفه النيادي من يتابعها بهذا الشعار والانطلاق. الوصول والقدوم من انذار علي بن سالم بن علي الهاشمي من يقدم هذا الاسم. عاشر المراكز وختام النداء الاول في هذه الانطلاق والمسار من تاتي مباشره صعايب حمد بن خير اليبهوني الظاهري. هكذا النتيجه هكذا النتيجه مشاهدينا الكرام. نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى المركز الاول الى الشهامه في موقع الزعامه مع القياده والصداره. بن زعيتر يعلن الحضور ويتقدم الجموع مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول منصور بن سالم بن زعيتر العامري. يبي السلام لاهل زاخر في هذا الصباح، يبي يصبح عليهم بالخير في هذا الصباح من عاصمه الملايين ميدان الوثبه. انتصفنا المسافه 2 كيلو ونصف الكيلو والشهامه مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول منصور بن سالم بن زعيتر العامري من يقدم هذا الاسم والشعار مع المركز الاول. ثاني المراكز الظبي حمد بن سهيل بن محمد العامري من يقدم لنا الظبي مع المركز الثاني. ثالث المراكز اللي في المركز الثالث أرى العزرة غانم بن سهيل بن مبارك الكتبي من يقدم العزرة، ولكن من تغير مباشرة بلقيس تتقدم من مركز إلى مركز بشعار الزعيم يتقدم بهذا الانطلاق محفوظ بن خميس بن علي لينيبي. بدأت تغير مباشرة وتحتل المركز الثالث، ومن الثالث إلى الثاني ومن الثاني إلى الصدارة مباشرة إلى المركز الأول. رابع المراكز اللي في المركز الرابع أو خامس المراكز تأتينا مباشرة خداعة سيف بن خلفان بن حمد الحافري، والقادم عوايد سالم بن عامر بن سعيد العمري من يقدم لنا عوايد. هكذا الأسماء هكذا الشعارات. نعود حيث البداية، نعود إلى الأربع الندر الأصايل من الثنايا المهجنات الأصايل رباعية ذهبية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، ولكن بلقيس من تسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. تعود الملكية لمحفوظ بن خميس بن علي لينيبي من يتابعها مشاهدينا الكرام حمد بن فايل العويسي يتابع هذا الشعار والانطلاق. يتقدم الجميع وينطلق مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. هناك أبو حمد يأتي على الصدارة مع المركز الأول. ثاني المراكز اللي في المركز الثاني الظبي حمد بن سهيل بن محمد العامري من يقدم الظبي مع المركز الثاني. المركز الثالث من تاتي مع المركز الثالث العزره غانم بن سهيل بن مبارك الكتبي. يا سلام العزره اسم تاريخي تتواجد مع المركز الثالث. المركز الرابع الشهامه منصور بن سالم بن زعيتر العامري، والقادمه خداعه سيف بن قلفان بن حمد الحافري. يا سلام هكذا الاسماء. نعود الى مقدمه الشوط الى المركز الاول الى
الصدارة إلى الانطلاق الأول. بلغيس بلغيس مع الصدارة، ودخلنا الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير لما بعد كيلو إلا الناموس. وأبو حمد يتابع لنا هذا الشعار، فايل العويسي يتابع هذا الانطلاق والتقدم الممتاز لبلقيس. هي من أعلنة الحضور، من أعلنة الوجود. يا سلام، انتهدي هذا الناموس لبو ناصر لمالك هذا الشعار محفوظ بخميس الينيبي. يا سلام، بدأت تغادر وتشن الغارة إلى خط النهاية بدون أي أوامر، بدون أي منافس على الإطلاق المباشر. سلام بلقيس، سلام سلام محفوظ بخميس الينيبي بدون اي منافس. مشكور يا الطويل، مشكور مشكور يا فايل العويسي. بو حمد من يرافقها في عملية التدريب والعناية التامة. سلوك بو ظبي، سلام سلام على هذا الابداع والاداء الذي تقدمه لنا بلقيس لمالكها محفوظ بن خميس الينيبي بدون اي منافس على الاطلاق المباشر. تهانينا والناموسة مشاهدينا الكرام على هذا الفوز والابداع والانتصار لمحفوظ بن خميس بن علي الينيبي، والتهنئة لفايل العويسي. مشكور بو حمد على هذا الابداع، تهانينا والناموس ولحظة الوصول مهدية هنا مشاهدينا الكرام بو ناصر بهذا الشعار. ومشكور يا ابو حمد على هذا الابداع، ومشكور يا صبيح على هذا الابداع والفوز والانتصار. لحظة الوصول لبلقيس معلنها الفوز والانتصار. ثاني المراكز، ننتظر المركز الثاني. شوف الفارق ما شاء الله تبارك الله على هذا الابداع لبلقيس، من اتت مع المركز الثاني في هذه اللحظات. هناك رموز منصور بن سيب بن علي بن دري المنصوري، ثالث عوايد سالم بن عامر بن سعيد بن سالم العمري، المركز الرابع الصواب سعيد بن سالم بن حمد العويسي، المركز الخامس الشهامة منصور بن سالم بن زعيتر العامري. هكذا النتيجة. نذهب مباشرة إلى التوقيت الزمني وأثناء وصول بلقيس لمحفوظ بن خميس الينيبي، تهانينا والناموس والتهني لفايل العويسي من تابعها بهذا التقدم الممتاز والانطلاق لبلقيس. ننتظر التوقيت، مسجل هالتوقيت الزمني بزمن وقدره مشاهدينا الكرام، والأجمل والأفضل في هذا الصباح بالفعل. التوقيت الزمني 7:49.5 تسجل التوقيت الأفضل والممتاز في هذا الصباح تحت أقدام بلقيس. ومشكور يا أبو حمد فايل بن حمد العويسي من تابعها لنا بلقيس بهذا الشوط مع المركز الأول والناموس. ثاني المراكز، نشوف اللي في المركز الثاني اللي وصلت رموز منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، ما يبنى لها طاري الا مع خط النهايه مع المركز الثاني. 8:02.4 من الاجزاء. ثالث المراكز عوايد سالم بن عامر بن سعيد بن سالم العمري، قطعت المسافه في زمن وقدر عوايد 8:02.7 من الاجزاء. هكذا كانت النتيجه، وتهانينا وناموس لمالك بلقيس من قدم محفوظ بن خميس الينيبي، والتهنئه لك يا ابو حمد فايل العويسي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة